السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من عاصمة الخبر. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤكد زيارته إلى بكين لأجل غير مسمى بسبب أزمة المنطاد الصيني. قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون من كييف دعمهم انضمام أوكرانيا إلى التكتل. تعطل حركة القطارات ببريطانيا بسبب إضراب العاملين في قطاع السكك الحديدية. أجل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة مقررة إلى بكين بسبب دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية. أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن بلينكن قرر تأجيل زيارته للصين حتى لا تطغى أزمة المنطاد على المباحثات. توترت العلاقات بين بكين وواشنطن خلال السنوات القليلة الماضية، وتدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في أغسطس الماضي على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي تايوان. ولم يقم أي وزير خارجية أمريكي بزيارة إلى الصين منذ عام 2018. كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قالت إن المنطاد الذي حلق فوق مناطق بالولايات المتحدة مدني، معربة عن أسفها لدخوله إلى الولايات المتحدة. هذا ودعت نينغ خلال مؤتمر صحفي الأطراف إلى التعامل بشكل هادئ في هذا الشأن، وأضافت أن الصين ستحافظ على التواصل مع الولايات المتحدة لضمان التعامل بشكل صحيح مع الحادثة غير المتوقعة. الصين دولة مسؤولة تلتزم دائما بالقوانين الدولية الصارمة، وليس لدى الصين أي نية لانتهاك أراض أو المجال الجوي لأي دولة ذات سيادة. أما بالنسبة للمنطاد فإننا ننظر في الوضع ونتحقق منه ونأمل أن يتمكن الجانبان من التعامل مع هذا الأمر بهدوء وحذر. كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كشفت عن تعقب منطاد تجسس صيني يحلق في سماء الولايات المتحدة. وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، قال إن الصين تمثل أكبر تحدي جيوسياسي يواجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وإنها أخطأت في عدم تقدير الالتزام المتبادل والشراكة التي تجمعهما. في تصعيد جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن قيامها بتعقب منطاد تجسس يعمل على ارتفاع عال، أرسلته الصين إلى سماء الولايات المتحدة. وأوضحت الوزارة أن تكون مهمته قد تكون جمع معلومات استخباراتية لحساب بكين. وزارة الدفاع الأمريكية أشارت أيضاً إلى قيامها بتعقب المنطاد قبل دخوله المجال الجوي الأمريكي بيومين، وتمت مراقبته بطائرات عسكرية أمريكية، حيث مر المنطاد بكندا قبل وصوله إلى ولاية مونتانا الأمريكية، وتم التراجع عن إسقاطه بسبب المخاطر المحتملة من تفجيره على السكان. من جانبه أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أن الرئيس جو بايدن كان على اطلاع تام بملف المنطاد، وطالب القيادات العسكرية بطرح حلول استراتيجية للتعامل معه. وأشار بيرنز إلى قيام الولايات المتحدة بإشراك المسؤولين الصينيين في معالجة هذا الملف، باعتبار الخطوة التي أقدمت عليها بكين خطيرة للغاية. وأرجعت وزارة الدفاع الأمريكية ما قامت به الصين إلى اهتمامها الكبير في الوقت الحالي بضم تايوان، حيث وصفت الطموح الصيني نحو هذه الخطوة بالكبير الذي لا يمكن التغافل عنه، ليدخل بذلك التوتر الأمريكي الصيني إلى مرحلة متقدمة، لا سيما وأن واشنطن تعمل حاليا على إقامة تحالفات عسكرية مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ،
والتي كان آخرها زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كوريا الجنوبية والفلبين، وقيام مانيلا بمنح واشنطن 4 قواعد عسكرية على أراضيها لاستخدامها من أجل توسيع نفوذها أمام بكين وكبح الطموح الصيني في المنطقة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتحول رغدة منير والمتابعة. تفضلي رغدة. مرحبا شيماء ورغدة، شكرا لكما وأهلا بكم. عبر سكايب من نيويورك ينضم إلي السيد أحمد محارم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سيد أحمد أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. أنا سأبدأ أولا من الرواية الصينية، ما مدى معقولية ومنطقية الرواية الصينية خاصة في ظل تحليقي في منطقة حساسة كشمال غربي الولايات المتحدة وتحديدا في مونتانا التي تحوي هذا الكم من القواعد العسكرية والغواصات يمثلونها نقطة رئيسية في القدرات النووية الأمريكية؟ نعم، مساء الخير، التحية والتقدير. أعتقد التحليل الصيني للرواية هو شيء من الدبلوماسية، ولكن ساعات بيقولوا أن الدبلوماسية هي فن السفالة الأنيقة، أنك تقول شيء غير الحقيقة. نفترض أن هذا المنطاد بطريق الخطأ دخل إلى أراضي كندا أو أراضي أمريكا، لكن السؤال الأهم، هل المنطاد وما يحتويه من معلومات تجسس مثلا، هل حيكون بقدرات وتكنولوجيا الأقمار الصناعية؟ فهو في لغز في الموضوع، هل يكون هو كمنطاد أو بالون اختبار لمدى تعامل الإدارة الأمريكية مع مثل هذا الموقف؟ حاليا الرئيس الروسي بيستقبل الرئيس الصيني خلال بعض أيام بعد مرور عام على حرب أوكرانيا، ومدى ما تعتمد عليه روسيا من دعم صيني خاصة في مجال الطاقة والغاز. نقدر نقول البالون ده كان بالون اختبار، ممكن يكون بالخطأ، ممكن يكون مقصود، واعتقد أن الصين متوقعة تماما أن أمريكا على المستوى العسكري لن تتعامل معه ولن تسقطه للأسباب التقنية، أنه هو لو تم إسقاطه المعلومات اللي فيه ضاعت، ثانيا حيسقط على مناطق أهلة بالسكان أو غير أهلة بالسكان. فيبدو الرد بتاع الصين رد دبلوماسي، ومن ثم كان رفض وزير الخارجية الأمريكي أنه يروح بلينكن في الميعاد المتفق عليه وأرجع الزيارة. هذه النقطة إلى ما تؤسس هذا القرار إدارة بايدن عندما قررت تأجيل زيارة أنتوني بلينكن إلى الصين، إلى ما تؤسس هذه الخطوة وما الرسالة التي ترسلها واشنطن؟ أعتقد أنه الموضوعات اللي كان حيتكلم فيها وزير الخارجية الأمريكي لزيارته للصين، من الممكن جدا هيكون في إحراج للإدارة الأمريكية أن في ظل هذا الاستفزاز، نقدر نقول استفزاز أمني وعسكري، أن المنطاد يخش في التوقيت ده. هل المنطاد لما دخل يوم الأربع حدود أمريكا عن طريق ولاية مونتانا بعد مروره بكندا، مش كان ده مسبق مثلا بيومين لزيارة بلينكن؟ ففيها الحقيقة نوع من المواربة السياسية أو المناورة، وبالتالي قرار الإدارة الأمريكية تأجيل زيارة الرئيس وزير الخارجية هو نوع من الرد الدبلوماسي اللائق، ان يعني انت بتستهبلوا، احنا فاهمين اللي حاصل ايه، وبالتالي مش هتكون الزيارة او الزيارة لن يكون لها فائدة او قوة امريكا اقتصاديا وامنيا وعسكريا لا تسمح لها بان وزير خارجيتها يروح في مثل هذا التوقيت اللي حصل فيه اهتزاز لصورة الامن الداخلي الامريكي، ازاي يخترقوا منطاد وفي نفس الوقت التعامل معها كان فيه نوع من الحساسية، ولكن كان فيه طائرة 22 F اللي هي الشبح مجهزة للتعامل معها، ولكن للأسباب اللي احنا عرفناها انه كان من الصعب جدا التعامل معها. طيب، هل ما يحدث مؤخرا يزيد من التوترات وله انعكاسات سلبية أصلا على الدولتين، العلاقات بينهما متوترة بالأساس، خاصة وأن الصين دعت عبر المتحدثة باسم الخارجية إلى ضرورة توخي الحذر التعامل بتأني، وقالت إن الصين ملتزمة بالقانون الدولي ولا تنتهك سيادة أي دولة، وطلبت التعامل بشكل صحيح مع هذه الواقعة؟ ما الرسائل التي ترسلها بكين إلى الولايات المتحدة؟ أعتقد أنها رسائل فيها شيء من الدبلوماسية، ولكن تصريح أخير الوزير الخارجية السابق بومبيو قال أن الخطر الأكبر على الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون روسيا، الخطر الأكبر الكامن هو الصين. ما ننساش أنه في خلال يمكن شهر أو أكثر بشوية من شهر، نانسي بيلوسي لما زارت تايوان، ده كان احتكاك، يعني في نوع من بالنسبه للصين شيء ما هوش مقبول،
تايوان جزيرة مهمة جدا بالنسبة للصين، وبتعتبر أنها سعيها لضم تايوان إليها هو ضم جزء من أراضيها اللي من المفترض تكون تبعها. قد إيه الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بهذا الموضوع؟ ومن وقت لآخر في مناكفة سياسية وجغرافية ما بين الاثنين. هي السياسة العالمية عبارة عن مزيج من التاريخ والجغرافيا والقانون وسيكولوجية الشعوب. أمريكا بتحاول مع الفلبين، بتحاول مع اليابان، بتحاول تحوط الصين من مناطق كثيرة جدا تشكل بالنسبة لها تهديد لو فكرت تخش في مسألة تايوان. فهو في نوع من المناكفة السياسية هتستمر لفترة طويلة. قد إيه تأثير الحرب بتاعت روسيا في أوكرانيا؟ أعتقد كلا الطرفين بيعمل لها حساب، لكن لو رجعنا للتاريخ هنجد أن ألمانيا لما كانت شرقية وغربية روسيا كانت الحلقة الوحيدة اللي لازم توافق على ضم ألمانيا الشرقية لألمانيا الغربية، وافقت روسيا على أساس أن يكون في تعهد من الغرب من الاتحاد الأوروبي بعدم الاقتراب من الحدود الروسية. النهاردة الناتو هينضم له السويد وفنلندا، ده تهديد مباشر لروسيا. شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك السيد أحمد محارم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. عودوا مرة أخرى إلى رغدة أبو ليلى وشيماء الكردي لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة إليكم. شكرا لك رغدة منير. أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات جوية بغرب شبه الجزيرة الكورية للمرة الثانية خلال أسبوع. أكد بيان للجيش الكوري الجنوبي مشاركة طائرات F-35A الكورية الجنوبية وطائرات F-22 وF-35B الأمريكية في المناورات. أضاف البيان تواصل التدريبات المشتركة لتعزيز قدرات الرد والجاهزية لدرء تهديدات كوريا الشمالية، فيما أكدت بيونغ يانغ أن تلك التدريبات تزيد من التوتر في المنطقة. الآن مع تطورات الأزمة الأوكرانية، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الاتحاد الأوروبي لا يخشى أي تهديد من روسيا. وتعهد ميشيل خلال كلمته في قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف باستمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن مستقبلها يتمثل في وجودها داخل التكتل الأوروبي. وهالرسالة هناك واضحة، رسالة لكم وللشعب الأوكراني إن الاتحاد الأوروبي، نحن سندعم الاتحاد الأوكراني بكل الطرق. نحن لا نشعر بأي تهديد المقدم من الكرملين، لأننا نحن والأوكرانيون عائلة واحدة، وإن مستقبل أوكرانيا هو في داخل الاتحاد الأوروبي. إن هذا خيار واضح، خيار من أجل الحرية والديمقراطية وأن تكون أوكرانيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، وهذا قرار واضح. إن مستقبلكم هو معنا داخل اتحادنا الأوروبي، مصيركم هو مصيرنا. من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لغارات جوية خلال جولة لها بالمدينة. واعتبرت فون دير لاين أن انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي في كييف يمثل هزيمة استراتيجية لروسيا. كانت هناك هجمات جوية وبالتالي اضطررنا إلى اللجوء إلى الملاجئ. هذا يبين يومياتكم وما تعانونه بصورة يومية. هل هناك أي حاجة إلى دليل بأن روسيا تعاني من
هزيمة استراتيجية، وبأن أوكرانيا هي صامدة وتتحدث عن مستقبلها نحو الاتحاد الأوروبي. بكوننا حاضرون هنا اليوم لهذه القمة 24 بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في خضم هذه الحرب، ها نحن هنا نتحدث ونتناقش من أجل الحديث بشأن المستقبل الأوكراني. هذا ربما يساوي كل خطابات العالم. هذا وطالب رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المجتمع الدولي باحترام العقوبات الغربية على روسيا. وقال زيلينسكي إن كييف تريد من خلال تلك العقوبات ألا تتمكن موسكو من إعادة بناء ترسانتها العسكرية. الآن ما هي الوضع الآن؟ وذلك كله بفضل العقوبات الأوروبية والأمريكية والأخرى، وبالتالي من الأهمية بمكان ألا يستطيع الروس أن يلتفوا على هذه العقوبات. هم يحاولون القيام بذلك وهم يقومون بذلك بفضل بلدان أخرى، ومن الأهمية بمكان أن يتم احترام هذه العقوبات. هناك منصة تقوم بجمع كل الأدلة والقرائن، ونحن ننقلها، وعلى كل العالم أن يفهم ذلك ويتحرك بناء على ذلك. كان زعماء الاتحاد الأوروبي التقوا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف، وتعهد قادة الاتحاد بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، فيما اعتبر زيلينسكي أن العقوبات الحالية لا تفي بمطالب حكومته. هذا ويرفض الاتحاد الأوروبي طلب أوكرانيا من أجل الانضمام السريع للاتحاد في ضوء العملية العسكرية المستمرة منذ نحو عام، بينما يؤكد استمرار دعم كييف لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية. وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بكييف، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين مكتبا للبريد بالعاصمة الأوكرانية. وقد رافق المسؤولة الأوروبية خلال زيارتها رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميهال، كما زار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موقعا لإزالة الألغام في ضواحي العاصمة الأوكرانية. هذا واستضافت العاصمة الأوكرانية كييف قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي هي الأولى من نوعها، حيث تتزامن مع قرب دخول العملية العسكرية عامها الثاني. وناقشت القمة سبل تعزيز وصول أوكرانيا إلى السوق الاقتصادية الأوروبية وتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تزويدها بمنح عسكرية وأسلحة إضافية للتصدي للهجمات الروسية. نفى الكرملين تقارير بشأن عرض الولايات المتحدة على روسيا 20% من أراضي أوكرانيا مقابل السلام. وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أنه لا صحة أيضا لزيارة مدير الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز لموسكو. كما أكد بيسكوف أن الحظر الأوروبي على النفط الروسي
سيؤدي إلى اختلال أكبر في أسواق الطاقة. كما شدد الكرملين على أن أمن شبه جزيرة القرم مضمون ويتعين العمل على توفير الحماية الكاملة للدونباس. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب لم يعد مهد الديمقراطية بالنسبة للعالم. وأشار لافروف في كلمته خلال أعمال المجلس العام لحزب روسيا الموحدة لشؤون التعاون الدولي إلى أن هناك شكوكا بأن الولايات المتحدة والغرب سيكونان شريكين موثوقين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وصف الغرب بإمبراطورية الكذب. ولم يعد الغرب يعد مهد الديمقراطية بالنسبة للعالم. ونعرف أن هناك شكوك بأن الولايات المتحدة والدول الغربية ستكون شريكا موثوقا، وهذا أمر غير مؤكد منه. نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدريباتها العسكرية مع استمرار تصاعد التوترات بشأن الإمدادات الغربية من الدبابات والعربات المدرعة إلى أوكرانيا. أطلقت فرقة الدبابات الروسية النار من دبابات الاختراق T-90M من المنطقة العسكرية الغربية. تأتي التدريبات العسكرية الروسية تزامنا مع موافقة ألمانيا على إمداد كييف بدبابات ليوبارد 1 القتالية. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين تتخذ قرارات حذرة بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من أجل منع تحويل الصراع إلى روسيا وحلف الناتو. كما قال شولتس إن ألمانيا عارضت من البداية إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، واعتبرت أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤدي إلى حدوث مواجهات بين طائرات الناتو والمقاتلات الروسية. كان شولتس قد أعلن أن برلين سترسل 14 دبابة من طراز ليوبارد إلى كييف، وأنها ستقوم بإصدار التصاريح إعادة التصدير إلى دول أخرى. أعلنت الحكومة الألمانية موافقة بلادها على تصدير دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا من مخزونها، رافضة الإشارة إلى عدد الدبابات التي سيتم تصديرها. أشارت إلى أن شركتي راين ميتال وفنسبورغ بصدد تجديد عشرات الدبابات من طراز ليوبارد من أجل تزويد أوكرانيا بها للتصدي للهجمات الروسية. بعد نحو عام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وافق حلفاء كييف الغربيون بعد تردد استمر شهوراً على إرسال الدبابات والمدرعات إلى أوكرانيا، التي قالت إنها مصيرية في ظل الهجمات الروسية المتواصلة، غير أنها ضاعفت نداءاتها بطلب مقاتلات حديثة لتحل محل أسطول القوات الجوية الذي تعود مقاتلاته إلى الحقبة السوفيتية. ورداً على سؤال عما إذا كان يؤيد إرسال مقاتلات إلى كييف، نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر، لافتاً إلى أن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات F-16. رفض الرئيس الأمريكي لكييف لم يكن الأول، حيث سبقه مستشار ألمانيا أولاف شولتز الذي أكد أمام البرلمان الألماني أن عملية تسليم مقاتلات حديثة لأوكرانيا خط أحمر وتعد ملفاً مغلقاً لبرلين، غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى بصيصاً من الأمل لكييف حينما قال في أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس وزراء هولندا مارك روتا رداً على سؤال بشأن إمكان دعم كييف بطائرات مقاتلة بأنه لا شيء مستبعد. سلوفاكيا أيضاً أعربت عن استعدادها لإرسال طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ 29، بينما طرح سياسيون هولنديون فكرة إرسال طائرات F-16. رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافتسكي أكد جاهزية بلاده لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 في حال اتخذ الحلفاء الغربيون بالإجماع قراراً بذلك. وفق وسائل إعلام أمريكية، فإن نفي بايدن الذي ردده قادة أوروبا بدرجات متفاوتة ليس رفضاً بشكل قطعي لإرسال المقاتلات، لكن هناك أولويات حالياً، وهي وصول الدبابات وتدريب الأوكرانيين حتى تتمكن كييف من صد هجوم كبير يلوح في الأفق.
نتحول الآن إلى الزميلة رغدة منير لمزيد من التفاصيل والمتابعة في ضوء القمة الأوروبية الأوكرانية. تفضلي رغدة. مرحبا من جديد شيماء ورغدة، شكرا لكما. وأنا بدوري أتحول إلى كييف وأستقبل عبر سكايب فيرا كونستانتينوفا المستشارة السابقة لرئيس البرلمان الأوكراني. سيدة فيرا، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. لماذا الآن تدفع أوكرانيا نحو إنجاز مسألة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بهذه القوة وبهذه السرعة، رغم أنها حصلت وما زالت تحصل على كل أنواع الدعم الذي تطلبه من دول التكتل؟ بداية، إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم، وبالطبع فهذه قمة تاريخية في صفحات تاريخ أوكرانيا الآن، رغم الحرب الدائرة فيما بين روسيا وأوكرانيا ورغم استلام كل أنواع الدعم من الاتحاد الأوروبي، ولكن فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية وتحديد هدف التكامل مع الاتحاد الأوروبي هو بالطبع على رأس أولويات أوكرانيا، وهذا ما يرمي إلى سرعتها في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي البداية أود أن أذكر جمهورك بأنه منذ شهر يونيو بدأت هذه المفاوضات الجادة، ونحن الآن في طور المفاوضات وفي بدء هذه العملية. والآن كذلك أود أن أذكركم بأنه بحسب أحدث استبيانات الرأي والاستبيانات الصحفية واستطلاعات الرأي العام، فإن الشعب الأوكراني يدعمون الانضمام والحمل عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن معظمهم يصوت لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن ثم نحن نسعى كذلك للانضمام إلى عضوية الناتو. واليوم وهذه القمة التي تعقد الآن مع الاتحاد الأوروبي ومع المؤسسات الأوروبية هنا في كييف، فإنه بالنسبة إلي فإن الأمر يتعلق بمسألة التوقعات الخاصة بهذا المشوار الطويل الأجل فيما يتعلق بالعضوية، ولكن حتى الآن أوكرانيا تقوم بهذه الاستبيانات رغم الحرب. وبحسب تصريحات رئيسة المفوضية التي استمعنا إليها، فإن هذا يعد منجزا كبيرا فيما يتعلق بالصالح الأوكراني. من ناحية أخرى، فإننا قد نتفهم أنه لدينا مهمة شاقة وعصيبة، رغم أن هذه العملية عملية مؤلمة ونحن نخوضها في سياق الحرب، ولكن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوكرانية والمؤسسات الأوروبية عقدت المؤتمرات اللازمة حتى نمهد الطريق لحمل عضوية الاتحاد الأوروبي. كذلك أود أن أسلط الضوء هنا على أن أوكرانيا هي بالفعل جزءا من الواقع الجغرافي الأوروبي. بحسب التوقعات لدينا منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، لدينا نظام لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وبالطبع فإن العديد من الأوكرانيين درسوا بالخارج، درسوا في جامعات الاتحاد الأوروبي وكذلك في الجغرافية الأوروبية. إذن هذا الصالح الوطني في أوكرانيا وهذا الصالح الاقتصادي لأوكرانيا هو بالطبع نقطة في غاية الأهمية، وهذا هو السبب وراء أنني كل ثقة في أن العمل الدؤوب والعمل الشاق بصالح إنجاز وحمل عضوية الاتحاد الأوروبي قد يأتي في الأفق وفي المستقبل القريب في الأعوام المقبلة. ولكن بالطبع من الأهمية بمكان أن ندرس ونفكر في أن هذه العملية قد تطول، قد تصل إلى أعوام عدة، ولكن الأمر يعتمد على ما يحدث على أرض الميدان وأرض المعركة والإصلاحات. سيدة فيرا، هناك حالة من التباين بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي، ليس على مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، ولكن هل هذه هي الظروف المناسبة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد؟ الاتحاد الأوروبي ودول التكتل
تعاني من أعباء اقتصادية وسياسية وجغرافية وتحديات عدة، ووجود أوكرانيا في هذه الظروف في ظل الحرب القائمة ربما يضيف لها أعباء إضافية التي هي بالأساس مثقلة بسبب عملية الدعم. لماذا تعتقد كييف أن الظروف مهيئة أمامها أو الظروف مواتية للانضمام الآن؟ في البداية نعم يمكننا أن نتفهم هذا الجدال، وبسبب هذه المعطيات الخارجية وبسبب هذه الحرب الدائرة فإنه من الصعوبة بمكان أن نتفهم حالة الشذوذ وحالة الغرابة في عملية الانضمام. ولكن في الوقت نفسه فإن أوكرانيا حصلت على دعم قوي من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما ينظر إليه أوكرانيا، وهذا هو ما يمنح أوكرانيا الصمود في هذه الحرب. علاوة على هذا فإن الاتحاد الأوروبي ساهم في هذا الدعم مع أوكرانيا وشارك معا قصص النجاح، حتى أن الاتحاد الأوروبي هو مناصر دائم لأوكرانيا وهو شريك قوي في أرض الميدان الاقتصادي. على سبيل المثال الإعفاءات التجارية في المستقبل، وكذلك عمليات الإصلاح، وكذلك عملية إعادة الإعمار وإعادة تأهيل أوكرانيا، كل هذه قصص نجاح للطرفين كليهما لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. ولكن في الوقت نفسه هناك بعض الدول لا تزال ربما متشككة بعض الشيء، ولكن الأمر كله يعتمد على الفوائد والميزات الاقتصادية في المقام الأول، ثم يلي ذلك الأرضية المشتركة والفهم المشترك من قبل الطرفين والمصالح الاقتصادية التي يشاركها الطرفان بسبب التكامل والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. شكرا لك من كييف، كنت معنا فيرا كونستانتينوفا المستشارة السابقة لرئيس البرلمان الأوكراني عبر سكايب. أعود مرة أخرى إلى رغدة أبو ليلى وشيماء الكردي لاستكمال هذه النشرة، تفضل. شكرا لك رغدة منير. تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات ورشة العمل السياسية تحت عنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع، وذلك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة. تعقد ورشة العمل وسط تطلعات لأن تمثل هذه الفعالية منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فعلة في إطار حوار جاد يفضي إلى توافق سوداني سوداني يلبي طموحات جماهير الشعب السوداني. هذا وقد وافانا موفدنا أحمد أبو زيد إلى ورشة العمل السياسية بعنوان أفاق التحول الديمقراطي نحو السودان يسع الجميع بالتقرير التالي. لليوم الثاني على التوالي إذن تتواصل اجتماعات ورشة العمل السودانية أفاق التحول نحو الديمقراطية للسودان يسع الجميع بمشاركة ممثلين ورؤساء وزعماء التيارات والكيانات السياسية السودانية بما يزيد على 35 حزبا وتيارا وكيانا سياسيا سودانيا. المجتمعون وكما هو معلوم وكما جرى الإعلام من قبل الأطراف السودانية المشاركة في هذه الاجتماعات لهذه الورشة يستهدفون الوصول إلى حدود دنيا من التوافق وخلق القواعد المشتركة التي تسمح لهم بإتمام هذه المرحلة الانتقالية، بما يصل في النهاية إلى إتمام مرحلة انتقالية عبر حكومة مدنية لا تنتمي لأحزاب أو تيارات أو كيانات سياسية ولا تقوم على محاصصة حزبية، ينتهي بها الأمر بتهيئة الظروف الملائمة لإجراء هذه الانتخابات وصولا إلى انتخابات تفرز حكومة مدنية منتخبة ممثلة للشعب السوداني، وهذا هو المستهدف الأساسي والنهائي من قبل المجتمعين. من التقيناهم في اليوم الثاني من أعمال هذه الورشة أشاروا إلى مساحات توافق بدت كبيرة للغاية، حتى وهم يقولون أن هناك قدرا لا بأس به من الاختلاف، لكن هذا أيضا يعبر عن شيء من الاختلاف الذي تعرفه البيئة السياسية السودانية والاجتماعية، حتى بإثنيات مختلفة وبعرقيات مختلفة وبثقافات مختلفة بحكم التنوع الكبير الذي تعرفه البيئة السياسية والاجتماعية السودانية، لكنها في النهاية وكما يقولون تمثل عاملا مهما من عوامل استقرار وثبات وقوة المجتمع السوداني بحكم هذا الاختلاف والتنوع الكبيرين. أشاروا حتى برغم هذه الاختلافات التي لا تزال قائمة بين جانب من المجتمع
المكونات السياسية السودانية، لكن شيئا كبيرا من جسر الهوة بين هذه الأطراف بعضها وبين بعضها جرى الوصول إليه عبر نقاط مختلفة، من بينها مثلا العملية السياسية التي وكما جرت الإشارة من قبل عدد كبير من المشاركين في هذه الاجتماعات وفي ورشة العمل هذه، أشاروا إلى التوافق شبه الكامل تقريبا على حتمية الوصول إلى حكومة مدنية لا تعبر عن جهة سياسية أو حزبية، وإنما تعبر عن متخصصين تكنوقراط لا يمثلون أحزاب أو تيارات أو كيانات سياسية. وقالوا أن هذه المسألة هي موضع توافق، وأن فيها جانبا كبير من تلافي بعض الأخطاء التي وقعت فيما مضى من عمر المرحلة الانتقالية السودانية، وبالتالي فهذه مسألة تبدو مهمة للغاية. هناك بعض النقاط أيضا التي تحظى بتوافق كما سمعنا من جانب كبير من المشاركين، كقضية شرق السودان مثلا التي يقول بعض المنخرطين في هذه النقاشات أنها طرحت أيضا وهي موضع توافق بحكم أنها يجب أن تكون من قبل المنتسبين ومن قبل أهل شرق السودان لا أن يتولى طرف آخر تبني هذه القضية. أيضا هذه من بين القضايا الأساسية فيما يخص اتفاق جوبا للسلام وفيما يخص إحلال السلام في السودان، باعتبارها أيضا تشكل قضية أساسية وركيزة مهمة لاستقرار السودان. حتى القضايا المرتبطة مثلا بإجراء الانتخابات عبر قانون الانتخابات وعبر تهيئة الظروف الملائمة على مستوى مفوضية الانتخابات على مستوى عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم حسب التوزيع الجغرافي المعتبر لهم، وكذلك عملية الإحصاء التي يجب أن تتم أيضا بشكل نزيه ومدقق، قالوا إنها أيضا موضع توافق بين المشاركين على أن يعهد إلى هذه المهام للحكومة المدنية التي يفترض وفق المجتمعين أن تكون بعيدة عن المحاصصة السياسية والحزبية. من داخل مقر انعقادي ورشة العمل السودانية، أحمد أبو زيد، القاهرة الإخبارية. أكد رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان محمد الأمين ترك رغبة الشعب السوداني في إقامة فترة انتقالية سلسة وإجراء انتخابات حرة يشارك فيها جميع السودانيين. وأوضح ترك في لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية أن جميع الأطراف تسعى إلى خلق منبر تفاوض لاستعادة حقوق شرق السودان. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في إطار هذه المتابعة التي تقدمها لحضراتكم القاهرة الإخبارية لورشة العمل السودانية التي تستضيفها العاصمة المصرية في محاولة لوضع منبر سوداني يخلق قدرا أكبر من التوافق الداخلي بين المكونات السياسية السودانية، ما يزيد على 35 حزبا وتيارا وكيانا سياسيا سودانيا ينخرطون في نقاشات وفي جلسات عمل متتالية للوصول إلى هذه الحدود ولو كانت حدودا دنيا من التوافق الداخلي. السيد محمد الأمين ترك رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة يحل معنا ضيفا في هذه المقابلة. أهلا وسهلا بحضرتك حضرتنا. السلام عليكم، نحييك ونحيي قناة الأخبار المصرية أخبارين المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك، كيف تمضي النقاشات فيما يخص القضايا التي تشغل بال السودانيين وعلى رأسها مسألة التحول الديمقراطي وإنضاج العملية السياسية بشكل أكبر من السلاسة؟ أولا أسمح لي أن أشكر جمهورية مصر العربية على رأس الرئيس وشعب مصر حكومة وشعبا لهذه الاستضافة ولهذا الاستقبال ولهذا الكرم، وأيضا همهم الكبير بقضية السودان ككل. ونحن حقيقة منذ وصولنا في هذه القاعة حقيقة تمنينا أن يكون معنا أيضا الإخوة الذين الآن نختلف معهم في مسألة الاتفاق الإطاري، تمنيت أن يكونوا جزء من هذه الورشة لأنه هذه الورشة تسير بصورة طيبة جدا، وحقيقة حوار خالص سوداني، وحقيقة مصر استضافت هذا الحوار دون أي تدخل الآن، ونحن نشكرها على هذه الاستضافة وهمها بقضية شرق السودان والسودان ككل. من تحدثوا إلينا كان الحديث مرتبط بإنتاج بعض التفاهمات المرتبطة بالحدود الدنيا من التوافق حتى يمكن الحديث عن خطوات بناء ثقة من مختلف الأطراف، ما الذي جرى التوافق بشأنه ولو كان مرتبط فقط بحدود دنيا من التوافق؟ نحن أصلاً يعني أنا أعتقد أنه نحن كسودانيين أو الشعب السوداني لا يختلف أن يكون هنالك فترة انتقالية سلسة ويكون بعدها انتخابات حرة يشارك فيها كل السودانيين، وأنا أعتقد أن الفترة الانتقالية لا يمكن أن تدار عبر أحزاب لأن الفترة تحتاج حقيقة لحكومة تصريف أعمال لتهيئ البلد لانتخابات حرة ونزيهة، ولذلك تحتاج لكفاءات ليس مستقلة وليس حزبية.
حتى نخرج من هذا البلد إن شاء الله إلى بر الأمان، وحتى نمضي بخطوات ثابتة ننهي بها تنتهي بها الفترة الانتقالية إلى انتخابات حرة يشارك فيه كل شعب السودان ليقول فيه كلمته عبر الصناديق. مسألة حكومة مدنية، حكومة كفاءات تكنوقراط ليست منتمية لأحزاب أو تيارات أو لا تقوم على المحاصصة الحزبية، هذه مسألة موضع توافق ولا فيها أيضا مساحة أكبر من النقاش في الفترة المقبلة؟ نحن في هذه الورشة نتفق على هذا، نتفق على هذا، لأننا نرى أنه هنالك لا يمكن أن تكون الحكومة حكومة حزبية ولا مخصصات حزبية، لأنه الفترة تحتاج حقيقة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، ولا يمكن أن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة الآن لو تمت إدارة الفترة الانتقالية عبر حكومة مخصصات حزبية. فلذلك لتحقيقا لرغبة الشعب السوداني في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، نحن نتفق هذه المجموعة التي وصلت مصر في هذه الورشة أن تكون هنالك حكومة كفاءات مستقلة. لكن هذه الفترة هي فترة نشاط حزبي لأحزاب ولتيارات ولكيانات على مدار السنوات الماضية، هل سيكون من اليسير على هذه الأحزاب أن تتقبل أنها ستحيد وستبتعد عن هذه المرحلة بالكامل حتى إجراء الانتخابات المقبلة؟ نحن أصلا حقيقة أولا يعني الخلاف الذي حصل والتعقيدات التي دخلت في البلاد وكذلك الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها القوات قائد العام القوات المسلحة في 25 أكتوبر كان هي حقيقة كل التشاكسات والتشاحنات التي كان سببها هي المخاصصات الحزبية في الحكومة الانتقالية. فلذلك نحن يعني نصف قرارات 25 أكتوبر من نصفها انقلاب، ولكننا نحن المجموعة التي ترى أن تدار الفترة الانتقالية عبر حكومة مستقلة كفاءات مستقلة ترى أنه 25 أكتوبر هي تصحيح للأوضاع وليس انقلابا. فلذلك استغلت مجموعات بأنه مسألة الانقلاب والانقلاب على الفترة وكذا، وحية حرضت بعض المجتمع الدولي وكي يتخذ هذه الإجراءات التي اتخذها لخنق السودان اقتصاديا وعدم التعامل مع الإجراءات الاستثنائية. فلذلك نحن الآن نرى أنه أيضا إذا كان الاتفاق خلافنا حول الاتفاق الإطاري أيضا هو يريد أن يعيدنا إلى ما قبل 25 أكتوبر، ونحن نقول أنه 25 أكتوبر جاءت بعد الخلافات بعد الأزمة، ونحن الآن نريد لا نعيد هذا السيناريو مرة أخرى، ونريد أن نتفق جميعا كسودانيين لمرحلة نتوافق فيها على حكومة كفاءات مستقلة دون مخصصات حزبية، وإن تتفرق الأحزاب لبناء أحزابها وإن تكون تشارك في صناعة المفوضيات الانتخابات وقانون الانتخابات والمفوضيات الأخرى مفوضية الفساد وغيره. طيب هذه المسائل التي قد تكون مهيئة لإجراء الانتخابات المرتبطة بمفوضية الانتخابات بقانون الانتخابات بقضايا النازحين بالإحصاء الدقيق الأمين الذي ينظم هذه المسألة، هذه كلها قضايا ستترك للحكومة التي يفترض أن تشكل ويعهد إليها بأربعة وعشرين شهرا، ولا على الأحزاب والتيارات التي أنتم جزء منها أن تتدخلوا أيضا في هذه القضايا؟ نحن نفضل أنها تترك للحكومة حكومة الكفاءات المستقلة، ونحن ندعم باعتبارها لا تكون حزبية، ونحن كأحزاب وكتيارات ندعم هذه الحكومة لتحقيق هذه الأغراض. سيكون يسير على حكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب والسياسيين أن تنجز هذه المهمات الكبيرة؟ أكيد، لأنه نحن حقيقة الحكومة حريصين جدا أنها لتجد توافق وثقة الشعب السوداني، وأيضا الشعب السوداني يكون داعم لبرامج هذه الحكومة عشان تحقق هذه المهمة. أنا لا يمكن أن أكون مع رئيس نظارات البجة والعموديات المستقلة ولا أسأل عن بورت سودان ولا أسأل عن شرق السودان، كيف تمضي الأمور على المستوى الأمني على المستوى المعيشي، وإذا كان قد جرى التطرق لشرق السودان في هذه الورشة؟ قضية شرق السودان قضية معروفة، وشرق السودان منذ عام 58 أعلن حزب مؤتمر البجا كحزب مطلبي،
وأيضا هذا الحزب حقيقة كان شارك في انتخابات ونال عدة دوائر، ولكن الانقلابات يمكن التطورات في الانقلابات العسكرية 69 مايو وغيره و 58 نوفمبر لم تفتح المجال أمام الأحزاب، ولكن نحن بنفتكر أنه حزب مؤتمر البيجة كان آخر انتخابات 86 نال بعض الدوائر، وأيضا مؤتمر البيجة حمل السلاح في التسعينات عندما تأثرت حقيقة مطالبه التي كان يطالبها بالصورة التي لا يريد فيه حمل السلاح، وبعد تم اتفاقية أسمرة، ونعتقد أنه أيضا بعد اتفاقية أسمرة جاء المسار مسار جوبا، ونحن كنا بنعتقد أنه اتفاقية أسمرة لم تنفذ بالحسب المطلوب، وأيضا جاء مسار جوبا ونحن اعترضنا لأننا لن نكون فيه جزء ولن نشارك في هذا المسار، وحقيقة حصلت خلافات كبيرة جدا، ولكن الآن من قادة مسار جوبا ونحن قد نتفق الآن بخلق منبر تفاوضي لشرق السودان حتى ينال شرق السودان حقوقه، والنخب الخرطوم الآن التدير الإطاري لا تعترف كثير من قضية شرق السودان، بل تريد أن تدير قضية شرق السودان نيابة عننا، وهذا ما نرفضه الآن نحن. والآن حقيقة ستناقش الورسة واحدة كقضايا الآن قضية شرق السودان حتى يتم التوافق إن شاء الله على منبر منفصل لشرق السودان. شكرا جزيلا لك سيد محمد لامين. شكرا، تحية لك. كان هذا إذن لقاءنا مع السيد محمد لامين ترك، رئيس نظارات البيجة والعموديات المستقلة، وهو أحد المشاركين أيضا في ورشة العمل التي تنظم كمنبر سوداني لبحث القضايا الخلافية وتقريب وجهات النظر كمنبر سياسي سوداني كما يؤكد دوما المشاركون في فعاليات هذه الورشة. من جانبه قال محمد أحمد الشايب القيادي بقوى الحراك الوطني إن المناقشات في ورشة العمل تسير في الاتجاهات الصحيحة رغم التباينات بين المشاركين فيها، وأضاف أيضا أنه لا بد من إعادة اللحمة إلى المجتمع السوداني الذي شهد تشرذما وإقصاء الآخر بعد الثورة. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في يوم جديد من أيام الورشة التي تحتضنها القاهرة للأطراف السياسية السودانية كمنبر سياسي سوداني. هذه الورشة التي تحمل اسم آفاق التحول إلى الديمقراطية نحو سودان يسع الجميع، هذه الورشة التي كما أشرنا تضم طيفا سودانيا واسعا بما يناهز 35 حزبا وتيارا وكيانا سياسيا سودانيا يتحدثون في حوار سياسي سوداني. السيد محمد أحمد الشايب من قوى الحراك الوطني أيضا أحد المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر وهذه الورشة. سيد محمد أهلا وسهلا بحضرتك، كيف تمضي الأمور في هذا اليوم؟ نحن شاكرين ومقدرين لأجهزة الإعلام وللحكومة المصرية وأجهزتها المختلفة في استضافة القاهرة للقاء سوداني بإدارة سودانية محضة للتحاور والتداول حول قضايا بتشكل خلافات وتباينات بين القوى السياسية المختلفة. نحن بدأنا بالأمس واستمرينا اليوم وحنستمر لثلاثة أو أربع أيام قادمات، وشكل الأمور بصورة عامة تسير في الاتجاه السليم والصحيح، وأي عمل لا يخلو من تباينات واختلافات، ولكن هي مقدور عليها من خلال التجهيز الجيد بالنسبة للقوى المختلفة بما حملته من أفكار. جزء كبير من الذين تحدثوا على مدار هذين اليومين كان محور حديثهم قائم على مسألة إعادة بناء الثقة كخطوات وربما حتى على مستوى المضامين التي تناقش، كيف تمضي هذه المسألة ومسألة جسر الهوة بين الأطراف المختلفة كيف تتم؟ السودان بلد متعدد الإثنيات وعنده تنوع كبير جدا، وبنعتقد أنه السنوات التي مضت وتلت الثورة أحدثت كثير من المسائل التي تتصل بإقصاء الآخر وخطاب الكراهية والاستقطاب القبلي والجهوي وكذا، وهذه كلها يعني ما بتعلي قيمة الانتماء القومي بقدر ما أنها هي مزيد من التشظي في المجتمع. نحن الآن بصدد إعادة لحمة المجتمع، ولحمة المجتمع لا يمكن أن تتم ما لم يكون هنالك حد أدنى من التوافق الذي يقودنا لبناء الثقة بين الأطراف.
إذا بنينا الثقة بين الأطراف واتفقنا حول القضايا الكلية بيبقى هنالك من السهولة بمكان أن نحن نتحدث عن تحول ديمقراطي أو تحول للحكم المدني الديمقراطي، ونستطيع أننا نتناول كافة القضايا في مقدمتها الوضع الاقتصادي والمسائل التي تتصل بمعاش الناس والخدمات الأساسية. لكن قبل الخوض في هذه المسائل، خطوات بناء الثقة عبر تنازلات فردية كما يتم الحديث عنها بشكل دائم بين الأطراف السودانية الحاضرة لهذه الورشة، كيف تمضي هذه الخطوات، خطوات بناء الثقة المبدئية بين؟ الآن نحن يعني بقدر الاختلافات والتباينات بيناتنا ككتل في الرؤية الكلية بالنسبة لمعالجة القضايا السودانية، ولكن أعتقد أننا استطعنا أن نوجد مساحة من الثقة بيننا نحن، وهذه المساحة يجب أن نحن يعني نوسع دائرتها ونعمقها على أساس أنها تكون هي جزء من دعوتنا نحن الكلية بالنسبة للمجتمع السوداني في أنه نعيد اللحمة بتاعته، نعيد الثقة بنفسه، التصالح مع الذات، دي اللي بتقودنا نحن لعمل ممكن يكون نتجاوز به كل الخلافات البينية. بحكم أن الحوار والنقاش في هذه الورشة السوداني سوداني فقد لا يتاح لنا سماع كثير من التفاصيل، كيف جرى التعامل مع أول قضية مثلا طرحت حتى يتم الحديث عن اختراق فيها ومن ثم يمكن البناء عليها؟ أي القضايا يمكن أن تبشر بها السوداني؟ يعني الآن نحن توافقنا على المنظومة الدستورية أو الوثيقة الدستورية اللي هي بتنظم كل المسائل التي تتعلق بالفترة الانتقالية، إدارة الفترة الانتقالية، فاتفقنا على أن نؤسس الوثيقة الدستورية على دستور 2019-2020 وندخل فيه التعديلات اللازمة بما يمكن كافة الأجهزة وكافة المؤسسات بتاعة الدولة في أنها تمشي بروح وفاق أوسع من الروح اللي كانت موجودة وسائدة في الفترة من 2019 حتى انعقاد هذه الورشة. أنت أشرت إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي اليومي للمواطن السوداني، وهو ربما الذي يشكل الجانب الأكبر من الاهتمام بالنسبة لعموم السودانيين في القطر السوداني بأكمله. هذه مسألة يمكن أن تدار على مستوى هذه النقاشات، ولا سيعهد الأمر فيها إلى حكومة تحظى بقدر كبير من التوافق إذا ما تم الوصول إلى هذه التشكيلة؟ المسألة الاقتصادية هي مربوطة بالجانب السياسي، ولكن أعتقد المعالجة بالنسبة للوضع الاقتصادي في السودان سواء كان إنعاش أو إصلاح اقتصادي لابد من أن يمر بثلاثة مراحل أو برؤية تتسم بثلاثة محاور على المدى القريب وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. نحن الآن بصدد إنعاش اقتصادي وإصلاح اقتصادي على المدى القريب، ودي من مهام حكومة الفترة الانتقالية. الحكومة السابقة ما كان عندها برنامج ولا كان عندها رؤية ولا كان عندها خطة لمعالجة تلك الأوضاع، لكن الآن هناك خطة وهناك برنامج وهناك سياسات تتبعها الحكومة بحيث أن تنعكس إدارة الفترة الانتقالية على المواطن في معاشه. في هذه ورقة مأمولة أن تقدم إلى الحكومة الموجودة؟ نعم نعم نعم، وهي موضع توافق بين نعم هي موضع توافق وموضع اتفاق في أنه إذا كان إحنا ما استطعنا أن نقدم بالنسبة للمواطن شيء يحسه في معاشه اليومي، في التعليم وفي الصحة في بنيات التحتية، يبقى أنه إحنا ما عملنا شيء. الخطوات المرتبطة بالعملية السياسية حتى الوصول إلى انتخابات تفرز سلطة منتخبة سودانية، هل هي أيضا موضع توافق؟ هل تم التطرق إلى بعض النقاط المرتبطة بإحداث هذه التوافقات في الحدود الدنيا على الأرض؟ التحول للحكم المدني الديمقراطي اللي بيوصلنا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يمكن أن تتم بسلاسة ما لم يكن هنالك حد أدنى من التوافق، ونحن ما بصدده الآن فأن نكون هنالك توافق حول قانون الانتخابات، قانون الأحزاب الممارسة السياسية، وكذلك الحد الأدنى من المصالحة ما بين الإثنيات المختلفة والقبائل والنخب المختلفة. ده اللي بيقودنا نحن لممارسة سياسية تفرز يعني تفويض شعبي لحكومة تستطيع أنها تدير شأن البلد. شكرا جزيلا لحضرتك سيد محمد أحمد الشايب، شكرا لك. الله يكرمك. كان هذا إذن لقاءنا مع السيد محمد أحمد الشايب من قوى الحراك الوطني، وهي واحدة من بين القوى والتيارات السياسية السودانية التي تشارك في ورشة العمل السودانية السودانية في القاهرة.
يستمر تعطل حركة القطارات ببريطانيا بسبب إضرابات عمال السكك الحديدية للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسن في بيئة العمل، في حين لم يتراجع زخم الاحتجاجات في مواجهة ارتفاع الأسعار. أعلنت شركات السكك الحديدية عن اضطرابات كبيرة اضطر بعضها إلى إلغاء جميع الرحلات. يعد هذا هو الإضراب الثاني لعمال السكك الحديدية ببريطانيا في غضون 3 أيام بعدما شاركوا الأربعاء الماضي، إلى جانب معلمين ومسؤولين حكوميين في أكبر إضراب بالبلاد منذ عقد. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، لم يتبقى سوى التذكير بأهم عناوينها. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤجل زيارته إلى بكين لأجل غير مسمى بسبب أزمة المنطاد الصيني. قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون من كييف دعمهم انضمام أوكرانيا إلى التكتل. تعطل حركة القطارات في بريطانيا بسبب إضراب العاملين في قطاع السكك الحديدية. نهاية النشرة، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، هنا القاهرة عاصمة الخبر، إلى اللقاء. إلى اللقاء.